السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم أحبابي ومشتركي ومتابعي ومشاهدي قناة يعرف دينك. بحبكم في الله، وبهذا الحب الله أسأله أن يجمعني وإياكم في ظله يوم لا ظل إلا ظله. تعالوا النهاردة نتعرف على دعاء سهل جدا 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 جدا، هياخد منك 10 ثواني بالظبط. الدعاء ده أتستطيع أن تحصل منه على أكثر من مليار و700 حسنة في 10 ثواني؟ أيوة. ما تيجي نسمع ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. كما عند الطبراني وقال الهيثمي في المجمع إسناده جيد، وحسنه الألباني في الجامع عن عبادة بن الصامت قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كتب الله له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة. استنى، من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كلهم؟ أيوة. كتب الله بكل مؤمن ومؤمن حسنة. قال صاحب كشف الخفاء: قال النجم رواه أبو الشيخ عن عامر الشعبي أنه قال: ما من دعوة أحب إلى الله عز وجل من أن أقول: اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ثم قال: فإني أرجو أن يرد الله علي بكل مؤمن ومؤمنة في بطن الأرض أو على ظهرها. ورواه الطبراني عن سمرة كان يستغفر للمؤمنين والمؤمنات، زاد في رواية الأحياء منهم والأموات. سهلة جدا. شوف أنت من أول ما بعث النبي صلى الله عليه وسلم بالإسلام، لما بتدعو كل دول: اللهم اغفر وارحم المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، خدت منك وقت، خدت في دلوقتي 1,700,000 حسنة. وتخيل انت بقى كل المسلمين الذين ماتوا من بعثة النبي الوقت اللي احنا فيه، اكتر من 2 مليار او 3 مليار حسنة تاخدهم بالظبط في 10 ثواني. معقولة ممكن تفوت الفضل ده من ايدك؟ اوعى اوعى تفوته. ادعي على طول، ادعي مرة في اليوم، مرتين، 3, 4, 5 وانت ساجد: اللهم اغفر وارحم المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات. بحبكم في الله، وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم. لا تنسى مشاركة الفيديو حتى يستفيد كل مسلم مع قناة اعرف دينك.